في الفيديو اللي فات سجلنا لحضراتكم قصة طائرة الرئيس الإيراني اللي اختفت. الواحد طبعا مع ترتيب الأحداث قد تكون الطائرة ظهرت ما فيش خسائر والكلام ده كله. تخيل أنت رئيس دولة الطائرة بتاعته اختفت، قال لك مش لاقيين مع الرادار، ابحث مع الشرطة الإيرانية. وسجلنا أيضا لحضراتكم المردغنة والمرقعة اللي عمالة تحصل في السعودية، ومولد سيد العريان قال لك بكيني ولا تغطيني، وموسم الازياء اللطيف اللي بيحصل في السعوديه في الوقت اللي بيحصل في غزه. لكن بقى سيبك من ده ومن ده ومن ده، وخلينا نروح للجد، الارض الرجال. اخي لما تشوف الاخبار بره غزه ايه التفاهه اللي احنا فيها دي، انما لما تروح لغزه بتشوف الاخبار بتاعت ارض الرجال بجد. اهلا وسهلا بحضراتكم من مخيم جبالي. نبدا من مخيم جبالي. قوه راجله الواحد، انا حاسس ان انا بعيد الكلام، انا حاسس ان انا بعيد الكلام اللي انا بقوله، مع ان والله دي اخبار جديده. قوه راجله في منزل مفخخ، اتفخخ المنزل بالقوة الراجلة. حي الزيتون اللي اسرائيل لسه خارجة من اسبوع قالت لك احنا دخلنا حي الزيتون اتعملنا زيتون مخلل، عملونا زيتون مخلل هناك. حي الزيتون اللي اسرائيل انسحبت منه راحت تدخل امبارح قوة، القوة بالكامل تم الاجهاز عليها، منهم ستة سقطوا، أربع جنود واثنين ضباط منهم واحد برتبة نقيب. ده في حي الزيتون وفي مخيم جباليا. رفح ايضا حصل استهداف للمعبر اللي للقوات الاسرائيليه اللي موجوده في معبر رفح. النهارده 19 مايو تم استهداف القوات الاسرائيليه اللي جوه معبر رفح على بعد امتار قليله من مصر. طيب في ظل هذه الاحداث واحداث اكتر واكتر، والرشاقات الصاروخيه اللي راحت سيدروت، ورئيس بلديه سيدروت اللي طلع يقول نتنياهو يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا اللي لبستنا في الحيط. ففي ظل الاحداث اللي بتحصل دي شفنا مع حضراتكم التصريحات اللي خرجت من غالنت غالنت وقبل منه كان غالنت وزير الدفاع اللي قال لنتنياهو لازم ننسحب ومش هينفع نستمر هناك ومش هينفع تستمر العمليه العسكريه ولا هينفع نحتل القطاع، هيبقى التكلفه البشريه والماديه اكتر. ده غالنت وزير الدفاع اللي قال كده. امبارح خرج غالنت وقال لك عندي ست نقاط، اقل نقطه قوة فيهم ممكن اسرائيل تعرف تعملها هو التطبيع مع السعودية، لان السعودية مرحبة بده جدا جدا مقابل حماية كرسي ابن سلمان. ابن سلمان عشان يتخطى عمامه والكلام ده كله مبلغ امريكا ان انا هطبع مع اسرائيل وهعمل لكم عجين الفلاحة وهسلمكم شرفي وعرضي وارضي وممتلكاتي وهعمل لكم موسم البكيني كمان على شواطئ السعودية. فده من ضمن الست شروط اللي حاططهم غالنت كان شرط التطبيع مع السعودية. لكن كان حاطط شرط بقى رجوع الناس اللي تاخد من 7 اكتوبر، ما عرفش رجعوا واحد، جابوا ثلاثه ثم واحد، يعني جابوا ثلاثه خلصانين وواحد كان خلصان كمان امبارح، قال لك احنا بنحتفل ان احنا جبنا الرفات. تمام؟ من ضمن الشروط اللي غانتس كان حاططها كمان فكره ان هو القضاء على الـ على الـ على المقاومه. يا ابني انت تقضي على المقاومه ازاي؟ يا حبيبي انت بقالك 8 شهور مش قادر تقضي على واحد منهم، فهتقضي عليهم كلهم ازاي في 20 يوم؟ فالخلاصه ان غالنت حاطط لنتنياهو فتره زمنيه من 20 يوم، يا اما ترضخ للست شروط دول يا هقدم استقالتي. لو غالنت وايزن كوت قدموا استقالتهم نتنياهو يلعب صيد السمك بقى، لان دول العسكريين بجد، دول اللي بيصدروا القرارات العسكريه بجد، اما نتنياهو اغلب قراراته كلها قرارات سياسيه، يعني هو في الاخر هو رئيس الوزراء هو اللي بيصدر القرارات السياسيه لكل شيء بيحدث، اما التكتيك العسكري فهو عباره عن غالنت، عباره عن غالنت وزير الدفاع، عباره عن ايزن كوت، عباره عن رئيس الاركان، اللي هم الاربعه في سله واحده ضد نتنياهو، عشان اوريك بس حجم الانقسام. المهم ردا على تصريحات غانتس وتهديده بالانسحاب والاستقاله وقلب الطاوله على نتنياهو، خرج بن غفير اللي ما خدمش، يعني غانتس في الاخر كان وزيرا للدفاع الاسرائيلي، خدم في الجيش الاسرائيلي 30 40 سنه، فراجل عنده باعه عسكريه تتفق وتختلف معاه. فلك ان تتخيل لما يخرج له الواد دوت ابو نضاره كعب كوبايه ده وما خدمش في الجيش الاسرائيلي نص ساعة ويطلع يقول على غانتس انت ما خدمتش اسرائيل، انت ما عملتش، عشان تعرف هم مع نفسهم وفي بعضهم عاملين ازاي؟ ازاي تيجي دولة زي السعودية ولا الامارات ولا مصر ولا الاردن ولا المغرب وتأمن وتقول ونطبع ونعين ونخليها بقى بينا وبين بعض نسب وزيارات ومودة؟ ده امريكا اللي ساعدتهم وعملت ما لا يعمل فيهم بمجرد ما بايدن اللي هو السهتان ونام على نفسه طلع بتصريحات تصريحين ثلاثة من أسبوع عملوا على بايدن في إسرائيل حملة اللي هي بتطعمهم وبتأكلهم وبتسلحهم وبتحميهم، ولما إيران جت تعمل مش عارف إيه فيهم بالصواريخ وبالطائرات المسيرة أمريكا اللي حميته.
يعني امريكا عملت لهم كل شيء، وبمجرد تصريح من بايدن انقلبوا على بايدن. فانت دول رايح تطبع معاهم؟ متخيل دول هيعملوا معاك ايه؟ هيعملوا معاك اللي اتعمل في الامارات بعد اول اسبوع تطبيع، عربضه في كل الشوارع الاماراتيه وفي الفنادق وفي كل مكان. واول حاجه عمرها في الامارات قال لك هنعمل اعلانات للملابس الداخليه، قال لك السعوديه يبقى فيها بيكيني على الشواطئ والامارات ملابس داخليه. ده دي الشروط التطبيع، دي انجازات ومنجزات التطبيع، زي ما انجازات ومنجزات التطبيع مع مصر والاردن ان احنا مش لاقيين ناكل البلدين، منهارين اقتصاديا، والسعوديه والامارات يلبسوا بكيني، قال لك بكيني، دي منجزات التطبيع. نرجع لارض العمليات. التصريحات اللي خرجت من غالنت وزير الدفاع وتهديده لنتنياهو، والتصريحات اللي خرجت من غالنت وهو اهم عضو في مجلس الوزاري المصغر مجلس الحرب، هؤلاء التصريحين دول يوريك حجم ما يجد الجنود وما يجد الجيش الاسرائيلي على ارض الواقع. على ارض الواقع مش قادرين يصمدوا في محور نتسليم ساعتين على بعض. محور نتسليم اللي خرج المطبعين يحتفلوا ان اسرائيل جابت غزه نصين، مش قادرين يصمدوا. رفح ومعبر رفح الجندي المصري قاعد كده وشايف الجندي الاسرائيلي على بعد متر، مش قادر يعمل حاجه، مش قادر، مش بايده يعمل حاجه. بينما من كل مكان الرشاقات داخله عليهم في معبر رفح، في معبر رفح غبار الرشاقات الصاروخيه بيجي على الجنود المصريين وما بيقدرش يعمل حاجه. هو في فرق كبير جدا بقى بين اللي سلم وباع وفرط وبين اللي صامد حتى باقل الامكانيات باقل ما يملكه. نرجع تاني لمخيم جباليا ولحي الزيتون ولمحور نتسليم والرفح والرفح والغيرها. لا حديث في اسرائيل الان غير لنتنياهو عز نتنياهو. انت فاشل، انت فاشل. فشوف المظاهرات امبارح، مظاهره واحده كانت في تل ابيب بعد تصريحات غانتس تخطى عدد اللي فيها اكتر من 200 الف متظاهر في تظاهره واحده، اكتر من 200 الف. وريت حضراتكم في فيديو امبارح وارجوكم ارجعوا له شوفوه لبن غفير من حجم اللي هم فيه مش قادرين يسيطروا على نفسهم. بن غفير طلع السلاح بتاعه على المتظاهرين بهذا الشكل. فده بيوريك كميه الانقسام اللي جواهم. لو ما كانش غزه بس حصل لها الخذلان العربي، انت متخيل احنا كنا بنغني فين؟ كان زمان احنا موجودين فين؟ لكنها أيام كشفات. إرادة الله عز وجل تجلت أن يصدق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم. فاللي خذلهم ما ضرهمش في شيء. النهاردة اليوم السادس من كمية العمليات كل الإعلام الإسرائيلي، وأنا بقول لحضراتكم صدقوهم، صدقوا الإعلام الإسرائيلي في كل حرف في هذه الجزئية. من ست أيام حتى النهاردة الإعلام الإسرائيلي بيقول ما يواجهه الجيش الإسرائيلي في غزة لم يحدث طوال الثمان أشهر. سلام عليكم.